نظمت مجالس أبو ظبي في ديوان رئاسة بالتعاون مع مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد جلسة نقاشية بعنوان التحضير للجامعة، والتي أقيمت في مجلس الطوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وتعد هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي أطلقتها مجالس أبو ظبي ضمن 5 محاور رئيسة، وهي القراءة والحوار والتحضير الجامعي والوعي المالي والوعي الصحي والسلامة والمسؤولية المجتمعية. اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة المعسكر الصيفي 10 صيفك على كيفك بمشاركة 94 طالبا وطالبة من مختلف الفئات العمرية، بهدف الاستغلال الأمثل للأجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والمعرفة من خلال البرامج والدورات الجديدة التي تواكب التطورات في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية والوطنية والرياضية وغيرها. كما ركزت البرامج والأنشطة على بناء شخصية المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم ضمن رؤية الجمعية وجهودها لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تطوير مهارات الشباب. اختتمت جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي في رأس الخيمة دورتها الصيفية 2022 تحت شعار من الآباء إلى الأبناء، وذلك بمشاركة 55 طالبا وطالبة. تضمن المعسكر عددا من الأنشطة والدورات التدريبية في الفنون الشعبية والحرف اليدوية التقليدية التي قدمها عدد من الآباء والأمهات أعضاء الجمعية، والذين نقلوا خبراتهم التراثية في الصناعات والحرف اليدوية إلى الجيل الحالي، فضلاً على التعريف بعدد من الألعاب الشعبية القديمة.